صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 20 لسنة 2024 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه. يعين في جهاز الخدمة المدنية كل من السيد هيثم علي خليل ناس مديرا لإدارة أداء وعلاقات الموظفين، السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة تنسيق خدمات الموارد البشرية المشتركة.